موتور. اذا تتذكروا المره الماضيه حكينا عن الدي سي موتور، حكينا كيف بيصير عندي جنريتر افكت. هلا خلينا مره ثانيه نطلع نشوف ايش بتولد عندي. بتولد عندي، راح يتولد عندي تورك. هلا التورك بدنا نشوف التورك وبدنا نشوف الفي باك دي ان اف في هذا الدي سي موتور. هلا في اشتقاق تفصيلي في الكتاب، في كتاب تشابمان، انا ما راح ادخل فيه بتفصيل كثير لانه انتم ما بتحتاجوا. المهم انه تعرفوا التورك. التورك مع ايش راح يتناسب هذا؟ بتذكرين خلينا نرسم الرسم هون، نرسم الدي سي موتور او نرسم جزء من الدي سي موتور. عندي هاي هون سرعة النورث، وهي عندي هون ساوث، وكان عندي هون هذا الروتر. الروتر هذا نفسه من ايش الماده لازم يكون مكون منها؟ فيروماجنتيك. تمام، ليش لازم يكون هذا فيروماجنتيك؟ حتى يكمل الدائره المغناطيسيه. طب الاير جاب حاجه بتزيد الريلكتنس، بس انا ما بقدر اقيمها. ليش؟ مضطر يكون عندي حركه، فمضطر يكون عندي شويه ريلكتنس هون من الاير جاب وشويه ريلكتنس هون من الاير جاب. ايش راح اعمل الان في هذا الكور اللي هو فيروماجنتيك؟ ايش راح احط في داخله؟ راح اعمل فتحات الكورس زي ما حكينا مره اسباب، وراح ارد في مكان ثاني هون اعمل جروف او فتحه عارف بكون في اثنين وواحد فوق الثاني وبروح على دوائر مختلفه، وبعمل نفس الشيء في كل مكان في هذا. فبكون عندي مجموعه اسلاك امبيدد، وهذا كل سلك لما يروح ورا ايش بعمل؟ بلف وبشبك مع سلك ثاني طالع من التوب. نعم توب زي السن، زي السن بيكون زي كويل، بيكون كويل مش طويل. اذا كل واحد منهم راح يتكون عليه فورس صغيره، مزبوط؟ وحسب ما احنا حسبنا المره الماضيه اظن كانت الفورس اتجاهها زي هيك مثلا، حسب طبعا اتجاه السلك. اي قاعده بستعمل حتى الاقي اتجاه التورس؟ لينزز لو، مظبوط. او كمان حتى احسب هذا بدي الليفت هاند رول حتى احسب الفورس اللي تتكون على هذا السلك. هلا خلينا نطلع هذول التوركس المختلفه هاي كلها اللي موجوده هون. التورس راح تتجمع مش هيك؟ راح ينضرب كل تورك فورس مع الفورس اللي بتقابلها في المسافه بينهم، راح يكونوا كابل وراح نجمع كلهم راح يتكون عندي تورك. هذا التورك مع ايش راح يتناسب؟ عكسيا مع السرعه. لا بس منطقي. ايش اكثر شيء بزيد التورك مباشره راح نزيد التورك؟ تذكروا الفورس هاي ايش كانت تعتمد؟ هاي الفورس تذكرين حسب الهاي شو كانت هاي تساوي؟ في ايش في؟ ايش في؟ سرعه. فيلوسيتي. ايش كانت بعدين بروس مع ايش؟ بي. وبعدين دوت برودكت مع ايش؟ اذا مع ايش بدها تتناسب؟ لازم تتناسب مع السرعه. بس السرعه الدورانيه ايش الرمز تبعها؟ اوميجا. اوميجا. ومع ايش كمان راح تتناسب؟ مع ال ماشي. ال اللي هي حجم هذا حجم الطول. بس ايش هون؟ مع فاي. اوكي هاي قاعده مهمه. اذا فاي كونستانت راح يتناسب عندي مع ايش انا حطيت هون؟ الفورس. هذا غلط القانون. احنا هذه اللي هي اندوس فولتج اللي كنا حاطينها، اندوس فولتج تساوي في في بي دوت ال مش هيك؟ بس الفورس شو كانت تساوي عندي؟ اي اي ايش؟ اذا الفورس راح يتناسب مع ايش؟ مع الكرنت وفاي. الباقي ما راح يتناسب معها. اذا هذه عندي هون ماشي؟ اذا كل ما زدت الكرنت ايش راح يزيد معي؟ تور. كل ما زدت فاي راح يزيد معي؟ تور. نطلع الان على الباك اي ام اف. بدا هذا المحرك يلف وبدا يتكون باك اي ام اف، باك فولتج. الانديوست اي ام اف حسب اي قاعده بلاقي اتجاههم؟ هذا لانه جنريتر افكت، مظبوط؟ على قاعده اليد اليمنى. مع ايش بتناسب عندي هون؟ مع في، ومع بتناسب مع فاي. هذه بتساوي هون عندي اوميجا بفاي. ماشي واضح. الاشياء الثانيه ايش بتعتمد؟ ال على ايش بتعتمد؟ ال ايش هو ال؟ طول السلك مش هيك؟ بس انا ما عنديش سلك واحد، عندي عدد من الاسلاك. فراح يصير عندي هلا هاي العلاقه بينهم، هاي هون مضروبه في كي وهاي هون مضروبه في كي. على ايش بعتمد كي؟ كونستنت. ايش بده يعتمد؟ على ده ايش 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 توصيل السلك. نعم ايش المشكله هو انتوا يا شباب